ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة، ووصلنا للفقرة الطبية. متعودين دايما ان لما اي حد يشتكي من ألم في العظم بيكون الشخص ده يا اما كبير في السن، يا اما بيعاني من مشاكل في عظمه، يا اما بيكون مثلا لا قدر الله وقع او عمل حركة غلط والنتيجة كانت انه حس بوجع في العظم. لكن ساعات كتير جدا بنلاقي انه فجأة بقت بتشتكي من وجع في عظمها بدون اي سابق انذار ولا في اي سبب مبرر يعني يوضح ده بالنسبة لهم او يلاقوا له رد. هل ده ممكن يكون نقص الفيتامينات في الجسم ليها علاقة؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفتي مشرفاني منوراني في الاستوديو، دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتر. دندون القمر منوراني حبيبه قلبي، ازيك؟ عامله ايه عظيمه؟ وحشتيني جدا. وانت جدا جدا جدا. عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو يا رب دايما حياتي، ربنا يحلي كل ايامك حبيبه قلبي، تسلميلي يا رب. طبعا موضوع العظم ده وانا مش هتكلم بقى عشان انت لسه النهارده بتقولي اي حته دي وجعاني مش هتكلم في الموضوع ده. لا انا اي بس انت اي دي عشان وقعتي، بعد الشر عنك يا روح قلبي يا رب، بعد الشر عليكي. طب في الحالات بقى اللي الواحد بيحس فعلا بوجع كده ساعات يقول لك هنا كتفي، ساعات بدون مبرر فعلا يا دينا، الواحد احس كده وجع هنا في ركبتي، الم في هنا، ما بيبقاش في حاجه، لا اتخبطت ولا حصل لي حاجه ولا عندي شكوى يعني. صح. هل ممكن فعلا ده يبقى نقص الفيتامينز بتاثر ساعات كده ويبقى ده مؤشر الواحد ياخد باله منه؟ طبعا نقص الفيتامينات والمعادن مؤشر قوي جدا للموضوع ده مع حاجات تانية كتير. يعني مثلا طريقة القعدة اللي مش سليمة دي بتوجع العظم جدا. يعني أنا بقول مثلا الشباب بنات ولاد بيشتغلوا فترات طويلة على كرسي، ما تفضلوش قاعدين على الكرسي طول الوقت، لازم يغيروا حركتهم، لازم نغير الحركة ولازم نبقى قاعدين مستقيمين. أيوة. عشان لما نكبر ما يحصلش انحناء في العمود الفقري. صحيح. مثلا قلة الحركة تماما، قلة الرياضة دي برضو بتوجع العظم جدا. الإكثار الشديد في المشروبات الغازية بتضرط أصلا الكالسيوم من العظم. يا نهار أبيض. طبعا الإكثار الشديد في التدخين. التدخين بيضيق لي الأوعية الدموية. أيوة. الأوعية الدموية ماشي في الدم حامل فيتامين د وحامل كالسيوم، عايز الكالسيوم يخش، عايز يدخل. فطول ما انا بدخن، طول ما انا بتفضل الاوعيه الدمويه عندي ضيقه، فالكالسيوم مش هيعدي ويخش العظم اصلا. طبعا فكل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها. والاكثار الشديد في السكريات. يبقى التدخين، الاكثار في السكريات، عدم الرياضه، القعاد بشكل فترات طويله مثلا على اللابتوب على الكمبيوتر على الموتيفر. واهم معدن للعظم كالسيوم. واهم فيتامين للعظم اثنين، فيتامين سي وفيتامين د. طبعا برشح جدا الب مالتي فيت. اللي شايفين صورته على الشاشه ليه برشحه؟ لان الب مالتي فيت داعم قوي لتكوين خلايا العظام. لانه بيحتوي على كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام، وبيحتوي على فيتامين سي بنسبه 500 ملي جرام. بس حد يقولي طب وايه اللي دخل فيتامين سي في العظم؟ احنا عارفين فيتامين سي مناعه وترطيب بشره وانتي ايجنج وحاجات كده. فيتامين سي مهم جدا لتعزيز الكولاجين. الكولاجين مهم جدا للغضاريف بتاعتي والعظمي. عشان كده بيقول لك ايه، كلي كوارع كتير. الكوارع بترم العظم. صحيح. لان الكوارع كلها كولاجين. الكولاجين بعد سن. طب بيقول لك كمان في ناس بتاكل بشرتها بتتحسن. طبعا الكولاجين. يعني وانس انا اكلت وجبه الكوارع. للاسف ما بحبش الكوارع. ولا انا. بس انا ليه بقول لك كده؟ لان انا عندي صديقه يعني كانت تاكل الكوارع وتقول لي بشرتي بقت حاجه تانية خالص. طبعا الكوارع ابص لها كده اقول لها تمام زي الفل. الكوارع رائعه، بس انا ما بحبش الكوارع اطلاقا، فبعوضه بفيتامين سي. عشان فيتامين سي هيعلي لي الكوارع، يعني كولاجين. ايوه فاهمه. ففيتامين سي هيعلي لي الكولاجين، هيحسن لي من مظهر بشرتي جدا. وهيحسن من الغضاريف عندي. هايل. طبعا في بقى لو انا ما عنديش امراض توصلني لوجع العظم، يعني يبقى هشاشه العظم لازم الجا للدكتور على طول. ده بيؤدي لوجع العظم. ارتفاع نسبه اليوريك اسيد في البول بتاثر. مرض النقرس ده بيخش يعمل التهاب في المفاصل. الامراض المناعيه، الروماتويد. الروماتويد ده بيوجع العظم، ده مرض مناعي ملوش علاقه بقى وقتها بالكالسيوم. دي خلل في جهازنا المناعي، خلايا المناعيه بتخش تهاجم نفسنا بقى، تهاجم عظمنا.
فاهم حاجه اعرف انا العظمي وجعني اهم حاجه ما عندي خاليه من الامراض اللي قلت عليها. مسببات ايه اهم حاجه؟ مسببات يبقى وقتها لازم اقول كالسيوم وفيتامين د وفيتامين سي. هايل. طيب طبعا كلمينا بقى قلب مالتي فيت، كلمينا انت دايما تقولي ايه انا بدعمه، لو لينا اصدقاء بيشوفونا لاول مره هيقول لك طب اشمعنى؟ طب ما هو في مكملات غذائيه كتير جدا موجوده في الصيدليه ممكن قوي ناخدها، في منها مستورد، في منها. احنا ليه بندعم الب مالتي فيت تحديدا؟ بندعم الب مالتي فيت لان الب مالتي فيت دخله 13 فيتامين ومعدن. والب مالتي فيت مندعمه لانه الاقوى في تركيز الزنك عن كل المكملات الغذائيه والمالتي فيتامينز الاخرى. الب مالتي فيت الزنك اللي فيه 24.9. بدعم الب مالتي فيت لانه بيجمع لي بين فيتامين سي وبين فيتامين اي، يبقى كده الاقوى كمضاد اكسده. بدعم الب مالتي فيت لانه بيحتوي على عائله فيتامين ب الكامله، ملم بكل العيله. وده صعب جدا تلاقيه في اي مكمل غذائي او مالتي فيتامين اخر. بدعم الب مالتي فيت لانه مزيج بين الزنك والنحاس، وده بيبقى صعب برضو تلاقيه في مكملات غذائيه اخرى. بدعم الب مالتي فيت لانه فيه كل المميزات دي مع ترخيص هيئه سلامه الغذاء المصريه، مع ان سعره اقتصادي، مع ان العلبه بتكفيني شهر بالسعر ده بالكفاءه دي، عشان كده بدعمه. وهو فعلا منتج رائع، ولمست نجاح الب مالتي فيت من الري اوردرز، مش بس الناس اللي بتتفرج عليا وبتقتنع بكلامي وبتشتريه، اللي اشتروه تاني. اوكي. فده نجاح قوي جدا للالب مالتي فيت. يعني افكتيف، وهم كمان عايزين يكملوا، ومهم الاستمراريه برضو. ده اهم حاجه. اهم حاجه الاستمراريه مهمه. ما فيش حاجه اسمها انا اخد الب مالتي فيت اسبوعين واوقف. اولا الفيتامينات اللي جواه قابلة للذوبان في الماء، اول ما احس ان انا بقيت احسن اروح سايباه. لا، انا انت بقيتي احسن سبتيه هترجع تاني المشاكل. لان الجسم محتاج فيتامينات ومعادن يوميا، والجسم مش بينتج الفيتامينات والمعادن. بناخده من الاكل الصحي، مهم جدا اللايف ستايل بتاع الاكل بتاعي. لكن اعتقد ان الاكل ما بيبقاش كفايه، لان احنا بنبقى عايزين نسب عاليه من الفيتامينات والمعادن، فلازم اكمل بالب مالتي فيت. اوكي. طيب هنبدا بقى دلوقتي. بيقول لي هنا سؤال، التحاليل اللي الواحد بيعملها، الشخص المفروض يعملها يعرف صحه عظامه، هل فعلا دي ضروره ولا لا؟ يعني احنا نعرف سي بي سي، نعرف وظائف كبد، كل، هل العظم فيه فعلا تحاليل؟ طبعا في تحليل نسبه الكالسيوم مهمه جدا عشان نعرف، وتحليل نسبه فيتامين د مهمه جدا. احنا اكتر من 90% مننا كستات بنعاني بالنقص من فيتامين د. فيتامين د اهميته للعظم ان لما فيتامين د المفروض ما يبقاش اقل من 20، انا بخليني احسن انه اوصل ل 30. فمهم ان انا اخد، لو انا لقيت ان عندي نقص فيتامين د لازم اخد سبلمنت فيه فيتامين د لا محال، عشان الكالسيوم اللي موجود داخل الب مالتي فيت العظم يقدر يمتصه. فاهم اهم اهم حاجه عشان نعرف نسبه الكالسيوم هو او صحه عظمي من تحليل الكالسيوم وتحليل فيتامين د مع بعض. كويس جدا. مع يعني طبعا في حاجات كتير لازم نعملها. أوكي. زي ما قلت وظائف الكلى والكبد، مش بقول كل شهرين، مره في السنه على الاقل. كويس. وظائف كلى وكبد الكومبليت بلاد بيكتشر عشان اتاكد من مستوى الحديد عندي. ايوه. وفي حاجات عندي بيبقى فيها مشاكل وما عنديش اعراض، زي الكوليسترول ملوش اعراض. الكوليسترول ده صح ملوش اعراض، وبيبان في التحاليل فعلا، وبيبان في التحاليل على طول وملوش اعراض. بالذات الناس عندها هيستوري، ام، اب، جد، عم، خاله. وطبعا مع التحليل الدوري للسكر، السكر التراكمي ده لازم مره على الاقل كل 6 شهور عشان اتاكد، بالذات لو انا عندي هيستوري من قصه السكر، ام، اب، او اي هيستوري موجود. فكل التحاليل دي المفروض نعملها كده، يعني نتاكد من سلامه جسمنا وسلامه دمنا وكل حاجه. طب بما انك بقى ذكرتي ده، كوليسترول وسكر كده، امراض اصحاب الامراض المزمنه، هل يعني بالنسبه لهم امن انهم ياخدوا الب مالتي فيت؟ طبعا الب مالتي فيت امن جدا لاصحاب الامراض المزمنه، ما فيش اي مشكله خالص. مريض السكر، الضغط، القلب، ياخدوا الب مالتي فيت الجرعه المصرح بيها، قرص واحد بس في اليوم. لكن برضو لازم ان كل الناس اللي بتتفرج عليا تفهم ان هو ما بيعالجش سكر اطلاقا، هو ليس معالج، هو مكمل غذائي. مكمل غذائي. وممكن يحسن لي نسبه السكر في الدم، لكن مش معنى كده ان انا اوقف ادويه الدكتور المختص قال لي عليها. لازم رقم واحد
كعلاج الأدوية، وبنكمل صحتنا بقلب مالتي فيت. هايل. طيب ناخد بقى الولاد الصغيرين الأول. بيقولي إيه العادات اللي ممكن نكون بنعملها قبل ما نتكلم على الأولاد وجرعتهم في يومنا بتكون السبب في ضعف العظام؟ العادات اللي بنعملها بتكون السبب في ضعف العظام: الاكثار الشديد في المشروبات الغازيه، الاكثار الشديد في السكريات، الاكثار الشديد في التدخين، كل انواع التدخين. يا نهار ابيض. طبعا، لان زي ما ولو قاعدين جنب حد بيدخن هي برضه تدخين سلبي. طبعا سلبي. اكيد يعني. اكيد. وعدم ممارسه الرياضه اطلاقا. بقى انا مش بقول ان احنا ننزل نجهد نفسنا في الجيم يعني، بس انا نتمشى. سيدات البيوت اللي قاعدين ما بيشتغلوش بايديهم يقوموا يحاولوا يشاركوا في نظافه البيت. يعني كل على طول بقول في الحركه بركه. صحيح. لازم نتحرك، لازم ناكل اكل صحي، اكل فيه كالسيوم مهم قوي. لازم نتاكد من نسبه فيتامين د، مهم جدا. فيتامين د مصدره اشعه الشمس. ناس مش عايزه تقول لك لا انا مش عايزه اقعد في الشمس اتحرق، يبقى باخد سبلمنت فيه فيتامين د. لو انا عملت تحليل فيتامين د ولقيت طلع ناقص. دي العادات الخاطئه اللي بنعملها اللي بتاثر على صحه عظامنا. طيب نقول لهم برده هو الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت. عشان لو في الصيدليه الدكتور قال لهم مثلا ده هو اسمه كذا ما يختلطش عليهم الامر. طبعا. ومنافذ البيع عندنا اولا موجودين في سلسله صيدليات كبيره. أوكي. ثانيا موجودين عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، دي ارقام الشركه، بنوصل لحد باب البيت في كل محافظات مصر. عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرال للاستفسار، وعندنا للساده الصيادله الكود بتاعنا موجود على الشاشه، متوفر الان في الشركه المتحده للصيادله. هيقول لي ايه الشركه المتحده للصيادله؟ الجمهور. هقول لهم دي شركه توزيع من اكبر شركات توزيع الادويه والكوزماتكس وكل والمكملات الغذائيه في كل صيدليات جمهوريه مصر. فالصوره دي خاصه للصيادله فقط. اوكي. طيب فتره الحمل، السيده بقى اللي عندها حامل او فتره رضاعه امن بالنسبه لها تاخده تمام؟ نتكلم بقى عن يعني شق بقى من قلب مالتي فيت. امن جدا للسيده الحامل، بالعكس بدعم لها جدا قلب مالتي فيت، لان انا عندي فوليك اسيد بنسبه كويسه جدا. الفوليك اسيد مهم قوي لصحه الجنين، صحه اعصاب الجنين، عدم تشوه الاجنه. عندي داخل قلب مالتي فيت فيتامين سي مهم جدا للمناعه عندها، عندي فيتامين بي مهم جدا للتمثيل الغذائي، عندي الكالسيوم، الكالسيوم مهم هيبقى ليها جدا. واحتمال برضو تسال الدكتور لو محتاجه نسبه كالسيوم اعلى غير الب مالتي فيت، يعني تاخد الب مالتي فيت وجنبه كالسيوم، وجنبه لازم كالسيوم، لان هي عندها بيبي، عندها روح تانية في بطنها بعد بقى بيكون. فتره الحمل بيقول لك ايه، انا مش محتاج فوليك اسيد، انا مش محتاج في حاجات كتير بتقع مننا، وتتخيل انها بتاكل كويس وان هي تمام فهي كده امنه، فلا لازم تكمل. اللاكتيتنج مادر لازم تاخد فوليك اسيد وفيتامينز، ولازم اوميجا مهمه جدا ليها. مهم ليها فيتامين سي، مهم ليها الكالسيوم. اوكي. عشان اللبن يعني. فهمت. لو هي بترضع يعني حتى بعد فتره الحمل لازم تكمل. لازم زي ما هي كانت حامل زي ما هي وفي وقت بترضع لازم فيتامينات ومعاد. مهمين جدا. مهمين الحاجات اللي هي كمان شايفة انها بتدعم بس فترة الحمل، عشان هي بتدعم الجنين. لا بس. لا لا، هي عايزة كمان للمود سوينجز. يعني انا على طول بقول نقص الفيتامينات والمعادن بتعمل تغيرات في الحالة المزاجية. واحيانا الست الحامل بتبقى وتغيير الهرمونز عندها بتبقى عرضة لتغيرات رهيبة في الصحة النفسية عندها. الفوليك اسيد داعم جدا للصحة النفسية بتاعتها، بلس ان هي لازم تاخد اوميجا، لازم تاخد الب مالتي فيت، عشان في فوليك اسيد، في فيتامين سي، في فيتامين بي على العائله كلها، وفي زنك، هي محتاجه الزنك جدا كمان. أوكي. اهم حاجه ان انا ما كترش عن قرص واحد في اليوم، هو قرص واحد كفايه قوي. يبقى القرص واحد لينا كلنا، احنا السيده الحامل او المرضعه، كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، بالظبط، اي مشكله سكر، ضغط، كوليسترول، بالظبط كده احنا، والجرعه واحد. طب الاطفال بقى اللي هم لسه في عمر البلوغ، في عمر البلوغ قلب مالتي فيت بناخده ابتداء من 13 سنه. هي. وقرص واحد كفايه جدا في اليوم، وكمان ما ننساش نشرب ميه كويسه قوي. كويس جدا. طيب ناخد بقى كام سؤال معانا للمشاهدين مهمين. هاجر محمد بتقول كنت عاوزه اسال دكتور دينا، هل رائحه العرق الكريهه والنفاذه ليها علاقه بنقص الفيتامينز ولا لا؟ احيانا بيبقى ليها علاقه بنقص فيتامين د.
فيتامين ب اللي بيساعد على سرعه التمثيل الغذائي وطرد السموم من الجسم ونقل الهرمونات ونقل الفضلات من الجسم. طبعا فيتامين بي ده الحياه، ده الحياه. قلب مالتي فيت اللي بيدعمه او اللي بيميزه انه ملم بعائله فيتامين بي الكامله، هتاخد منه قرص واحد في اليوم بعد الفطار بساعه على كوبايه ميه كبيره. كويس جدا، هيتحس ان شاء الله بتحسن مع النظافه الشخصيه، يعني مش هاخد قلب مالتي فيت وما استحماش يعني لازم برضو اكيد مع النظافه طبعا الشخصية. اذا ما كانش فيه عامل، يعني هي بتسال اذا ده متوفر يعني عامل النظافه الشخصيه موجود. طيب نرمين عصام، اعرف ازاي اني بعاني من الانيميا؟ يعني ايه الاعراض وهل في تحاليل معينه اعملها، وازاي الاقي نفسي اقي نفسي من الاصابه بالانيميا؟ وجزيل الشكر للدكتوره دي. اعرف ازاي يبقى عندي انيميا؟ لا، بيبقى في اعراض، يعني البشره الشحب، البشره الصفراء خالص، الشعر اللي طول الوقت بيقع بكميات كبيره، ضربات القلب السريعه، صعوبه في التنفس، اطراف البرده، كل الحاجات دي بتبقى مؤشرات ان انا عندي انيميا او نقص في الحديد. ومعاه نقص الكوبالامين او فيتامين بي 12. ازاي تعرف هي عندها انيميا ولا لا؟ بالتحليل صوره الدم الكامله، سي بي سي عاديه. سي بي سي عاديه بالظبط، بيبقى مكتوب تحت في الريفرنس لو هي عندها انيميا، وهي تقدر تشوف الهيموجلوبين عندها والسيرم فيراتين مخزون الحديد وكده. قلب مالتي فيت هو داعم، لان هو دخله كوبالامين اللي بيساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء مع الدواء الحديد اللي الدكتور هيكتبه لها عليه. والحلو في قلب مالتي فيت ان حتى لو انا باخد دواء حديد، احنا عارفين الحديد بيسموه المعدن الملك، ما بيمتصش بسرعه. لازم عشان نزود امتصاصه ان انا اخد حديد واخد معاه فيتامين سي، وده موجود برضو في قلب مالتي فيت. فيه فيتامين سي بنسبه 500 ملي جرام، فهيدعم جدا امتصاص الحديد، بلس ان هو كمان قلب مالتي فيت داعم لتكوين خلايا دم صحيه، خلايا الدم الحمراء، لاحتوائه على فيتامين بي 12 او الكوبالامين. طيب ده سامي بقى بيقول ايه؟ سامي سيد، هل فيتامينز ليها علاقه بالخصوبه عند الرجل؟ دراسات كتير اثبتت اهميه الزنك لدعم الخصوبه عند الرجال. الزنك مهم جدا. لا، هو الزنك احنا قلنا قبل كده الزنك مهم لاي حاجه او اي خليه بتتجدد. أوكي. سواء الشعر، سواء البشره، سواء الضوافر، هيبقى مهم لدى الرجل، لان الرجل بيحصل تغيير في الحيوانات المنويه. اكيد. فهيبقى مهم جدا الزنك ليه. كويس. طيب شادي مدحت، انا بحس من وقت للتاني بوخز في صوابع ايدي وكمان بتنمل كتير، فده سببه ايه؟ وخز الصوابع وتنميل الاطراف بيبقى من احد الاسباب ضعف الاعصاب. وضعف الاعصاب يبقى انا ما باخدش خالص فيتامين ب. فيتامين ب ده الغدا بتاع اعصابي اصلا. فمهم جدا انها تدعم اعصابها بقلب مالتي فيت، لانه اعتقد هو الوحيد الملم بعائله فيتامين ب الكامله، هتاخد منه قرص واحد بس في اليوم بعد الفطار او بعد الغدا بساعه. هايل. طيب قول لنا بقى يعني مره ثانيه يحصلوا عليه ازاي؟ قلب مالتي فيت اولا الجمهور العادي احنا، وبعدين السيد. قلب مالتي فيت اولا سعره رائع، سعره كويس قوي، العبوه بتكفي شهر. انا عندي 30 قرص. طريقه الحصول على قلب مالتي فيت، سواء الارقام اللي ظهر على الشاشه، هي دي الارقام الوحيده، ما عندناش ارقام ثانيه، هي الارقام اللي ظهر على الشاشه. دي ارقام شركه بايوناتشرال، بنوصل لحد باب البيت ايا كانت محافظه بعيده في مصر. دي وسيله التواصل بتاعتنا. تاني حاجه، احنا موجودين في سلسله صيدليات كبيره موجوده في كل فروعها، موجوده في كل محافظات مصر. تالت حاجه، عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها صفحه بايو ناتشرال، نقدر لو عايزين نستفسر عن اي معلومه عن قلب مالتي فيت. ودول الجمهور. الدكاتره الصيادله يقدروا يوفروا قلب مالتي فيت عن طريق الشركه المتحده للصيادله، والكود بتاع الصيادله مكتوب 83205. اوكي، ده كود الصيادله. ده لو انا رحت الصيدليه ولا قدر الله مثلا ما لقيتوش، هم بقى بيعرفوا يتواصلوا. الصيدليه مع تواصل مع الشركه المتحده. يوفروا. اهم حاجه انا ما عنديش بديل، يعني مش هنخش الصيدليه ملوش بدائل، وما يقوليش في بديل مكانه، لان الخصائص اللي موجوده فيه مش موجودة في المكملات الغذائيه إطلاق. الاخرى اطلاق. صح كده؟ صح. طيب احنا قلنا الجرعه للاطفال برضو قرص واحد من سن الشباب. تمام. من سن 13 سنه، من سن 13. قرص واحد بنات او ولاد. وامن جدا لاصحاب الامراض المزمنه، ناخده فترات طويله، ما فيش اي مشكله خالص.
ما أنا عندناش مشكله الاستمراريه. الاستمراريه لان قلب مالتي فيت هو الفيتامينات اللي فيه ووتر سوليبل، فبدعم جدا الاستمراريه، لازم كل يوم قرص واحد في اليوم. اوكي بشكرك كده النهارده بجد نورتيني، وبشكر يعني كل اصدقائنا طبعا اللي بعتوا لنا عشان دكتور دينا ترد عليهم. بشكر حضراتكم حسن المتابعه، وبشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني النهارده دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه باي ناتشر. نورتيني يا دندون حبيبه قلبي. ميرسي ليكي، ميرسي لردودك على اصدقائنا وكل الاسئله اللي جات لنا حبيبتي. بشكر شركه باي ناتشر برضو على السعر الاقتصادي وعلى الخصائص الجميله اللي موجوده في قلب مالتي فيت، وانا شخصيا جربته. وبشكر حضراتكم وبشكر مشاهدينا الكرام، واتمنى تجربوه وتقولوا لنا برضو رايكم. في انتظار اسئلتكم الجديده سواء من خلال صفحتي الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي، او من خلال الصفحه الخاصه بشركه بايو ناتشرال او دكتور دينا. واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.